اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، ولكن الحرص كل الحرص ان احنا نعمل اكلنا كل يناسب كل افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير من افراد الاسره. يعني معانا دبابيس الفراخ النهارده، الاطفال بيحبوها كريسبي، بيحبوها مقرمشه، بيحبوها مع الباربيكيو صوص مع الكاتشب. تعالوا نعملها النهاردة بطريقة جديدة مع الذرة الصفراء الحلوة، بما أن الذرة الصفراء كمان بيحبوها الأطفال، فخلونا ننسجم الاتنين مع بعض ونشوف نقدمهم إزاي بطريقة لطيفة وبسيطة وسهلة. معانا سجق بلد النهاردة، والطاجن ده طاجن بيتكلم مصري ولسان العصفور بالطريقة المصرية، إذا كان بيتعامل مع السجق، بيتعامل مع الكبد، مع الكلاوي. أنا هعمل النهاردة طاجن لسان العصفور بالسجق البلدي، أكيد له تركاته وله بصماته، والطعم التاني هنشوف نقدمه إزاي لحضراتكم. ولكن الحلو النهاردة سمعهس، معانا الموز البلدي، إزاي نجيب الموز اللي هو تقريبا نص سوى ونعمله مقلي بالكراميل، ممكن نعمله مقلي بالعسل، ولكن فكرة إن إحنا نقلي الموز بتوزبكس كده في قلب الزيت ويطلع لطيف وجميل، حاجة جديدة للأولاد وخاصة الرياضيين، لأنه غني بالبوتاسيوم وطبعا وقيمة غذائية عالية جدا. فخلينا نشوف ازاي نعمله مع بعض ازاي، وتقدر تضيف عليه سمسم أو عسل حسب الرغبة. تعالوا نشوفه مع بعض. مقادير طاجن لسان العصفور بالسجق البلدي. حلو قوي. طب لسان عصفور بياخد وقت كبير في السوى، والسجق البلدي ما بياخدش وقت كتير في السوى. ايه تفاصيله؟ مقاديره على الشاشه. سجق بلدي، لسان عصفور، بصل ناعم، ثوم ناعم، فلفل حار كده سبايس حلو، الاكله دي عايزه حرمشه، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وطاسه شديده الحراره. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. والطواجن عنوان المطبخ المصري، سواء باميه باللحمه الضاني، سواء كعكاوي، كوارع، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. هنحط هنا شويه زيت صغيرين. هنا لسان العصفور هتحمر بطريقه ايه؟ جديده. شويه زيت كده. وننزل بالبصلايه الناعمه. بصلايه متقطعه جوانح شرايح. باخدها زي ما هي كده، بنزل بيها مع البصله الناعمه. حلو قوي. واقلب دول مع بعض كده. تقليبه حلوه. واستنى عليهم شويه كده. الله. وانا بقلب البصلايه دي كده بحط لها البهارات عشان عيني ما تدمعش. ربنا يكفينا شر دموع العيون، ممكن دموع العيون من الفرح. بابريكا، شويه كركم، شويه ملح وفلفل. طاجن بقى لازم اخدم عليه شويه، طاجن يعني محرمش، يعني ممكن سبايسي شويه زي ما حطيت كده فلفل حار وشويه زعتر محترمين كده. البصلايه جاهزه، واقلب دول مع بعض. اللهم صل على النبي. التقليبه الحلوه دي كده، البصلايه خدت شخصيه تانية خالص اهو. كنت شامم ريحه بصل، دلوقتي شامم ريحه توابل حلوه، كاني واقف عند العطار. شايف الجو ده كده اهو، نارك شديدة. بنزل بمستر لسان العصفور وأقلب، أسيبهم على النار شوية. مدرسة جربيها، مش لازم إن أنا أحمر لسان العصفور ده ويبقى لونه أحمر خالص، اشتغلي بالطريقة دي كده وسيبي دي على النار كده شوية، يعني خمس دقايق تقليب كده من وقت للتاني. يساعد على التحمير مكعبين من الزبدة. الزبدة لما بنحطها مع التحمير بتساعد على التحمير فوري. ادي مكعب من الزبده زي الفل. طيب اخبار الدجاج ايه والدبابيس؟ هناخد دول مع بعض دلوقتي ونجيب كسروله كده زي الفل. معايا لسان العصفور، انا لسان العصفور نسيه خالص دلوقتي. التحميره دي كده مع لسان العصفور مهمه جدا. حمرته هنا دلوقتي، في عشق بين البصله والتوابل ولسان العصفور. الطعم دلوقتي ايه؟ كله انسجام مع بعض. حلوه. هتقولي لسان العصفور مش هيتحمر؟ جربي وشوفي. دايما بقول على عينك يا تاجر. توابل بهاراتك الحلوه،
عايزه تحطي حبهان حطي، عايزه تحطي روزماري حطي، زي ما انت حابه. عندي حاجه حلوه جايبها وناسي. ايه الاخبار؟ معايا زعتر بري اهو، ده حلو قوي على فكره. لما تلاقيه عند الفاكهاني او بتاع الخضار جيبيه، حتى لو مش هتخش المطبخ النهارده. عينيا، حاضر. اهو اهو زي الفل. اهو هو ده. شايفين ازاي كل حاجه بتفاصيلها؟ عشان بعد البرنامج ما يخلص الساعه 2 بالظبط، عايز حضرتك تقومي تعملي الاكل ده. هي دي الشطاره هنا، انك انا بعد ما بخلص الاكل بتاعي مباشره تخش المطبخ تعملي كل الاكل اللي انا بعمله بتفاصيله. يلا باي باي. اخبار لسان العصفوريه يا عم الشيف؟ لسه مش هحط له دلوقتي السجق خالص. بدات حبات لسان العصفور تقرمش معايا، بدا السائل بتاع البصل ينشف مع لسان العصفور. شايفين الجو ده كده؟ هو ده. زي ما انا شغال كده زي الفل. ظبطت الملح التوابل بتاعتي كذا بقى في التركيه الحلوه اللي جايه. وانا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. شوربه فاكرينها ايه؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. عينيا. هو ده. ده المطبخ. خلص الكلام. السجق فين؟ اصبر على رزقك، لسه ما خلصناش. ونغطي ده يستوي مع بعض. حلو قوي. لا شويه لسان العصفور دولت هتسيب السجق وتاكل لسان العصفور معايا. اقعد نعناع كده. يلا نغطي نغطي. هو ده. يلا تعالوا مع بعض نشوف اخبار السجق. سجق بلدي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقطعه كده مكعبات قد عقلة الصباع تقريبا، وسكينتك تكون حاميه بالشكل ده كده علشان ما يتهريش منك وما يتحولش للحمه مفرومه. شفت الجو ده كده؟ لسه ما خلصتش. زي ما انا شغال كده. طريقه جديده، طريقه جديده ديت اللي انا بعمل بيها الاكله الحلوه دي. خلي بالك سهل عليكي انك تخش المطبخ تعمليها. ده السجق بتاعنا جاهز زي ما هو كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. احطهم هنا. حلو قوي. بحط عليهم سن التوم صغيره. الله عليك، شويه بقدونس حلوين. الله عليك، بشره ليمون عندي صغيره. والقرن الفلفل الحلو اللي بيحبوا السجق البلدي معايا. انزل بيه كده على السجق وانا شغال واحده واحده. هيخش النار، ربنا يكفينا شر النار. حاضر. شفت الجو ده كده؟ زي الفل يا عم الشيف. تسلم ايدك. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده قبل ما اطلع الفاصل، عشان ده مهم جدا على فكره. بجيب الكسروله لا تخش الفرن. الطاجن اللي هيتكلم مصري قبل ما يخش الفرن. وعندي لسان العصفور جاهز عندي. اللهم صل على النبي. وعندي المغرفه بتاعتي. الله الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الابداع ده؟ ايه الابداع ده؟ وانا شغال. ده لسان عصفور، طاجن لسان العصفور. ننزل كده. ما تقوليش صب، لازم اغرف بالشكل ده. يا ويلي. اوسع الكادر. عينيا. وسع الكادر يعني افتح الصوره. الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى بالطعم المصري. عينيا لسه، اديني منت. عايز الصلصة دي. ناخد السجق بتاعنا. الله عليك الله عليك. لسه 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 الدلع هنا. هو ده بقى التركاية، ده الجديد، ده الجديد. دي تتحط فين يا عم الشيف؟ على شبكة الفرن. كأنك بتعملي بيتزا. الاساس عندك لسان العصفور والسجق على الوش كده مع الخلطه اللي انا عملتها، بقدونس، قرن فلفل حار، فص ثوم حلو، ما تحطيش توابل، زي ما هي كده.
درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. والسجق بتاعنا ده كده، يلا يلا الصورة الحلوة اللي بتتكلم مصري دي كده، اهو 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 هنا مكانها، اهو على الأقل تقريبا 10 دقايق في الفرن كده، اهو يلا نفتح الفرن نبص عليه بصة كده نشوف السجق راح لفين. يلا الفرن حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، أساتذة المصورين حبايبي. اه ايه ده؟ تكلم مصر الصورة، ها؟ طاجن مصري، طاجن لسان العصفور بالسجق بمدرسة المغازي. اه مدرسة تانية خالص، السجق ما عداش على النار خالص، لا طاسة ولا حاجة، اتحط مع لسان العصفور، هو كان بطل الكسرولة. نقفل الفرن. عينيا، ايه ده؟ قول لي اطلعها ولا اخليها؟ هي عايزه تطلع بالفرن. ايه رايك احطها لك هنا مكان الموز؟ العب يا سمك. ايه يلا يا حلوه. تعالى لسان العصفور ده يا باشا، الف هنا وشوف اللي هياكل منه. فين السائل بتاعه؟ الله يسامحك. عم ده خبره السنين يا باشا. 35 سنه خبره. يا ويلي 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 يا ويلي. هو حلو قوي.